طيب مثل ما بدكم. يا بابا هاي فروحي وانتي يلا. انتي انا بفتح. اهلا وسهلا تفضل. اهلين بكاتب المحكمة. هون بيت بدر الدقر؟ ايه نعم هون. انا هو خير. هدول من المحكمة شرف. هات يا عمي ورد هات يا هالظرف لقليك. وانت عمي تيسر اكلاميتك محفوظة. بالله ايه ليش لا تفضلي. شكرا. السلام عليكم. ايه لك بنتي شوي شوي. شو ها؟ هلا بتعرفي شو ها؟ هيفا هي نسخة إليك مشان تضمني حقك. ايوه ثبت صك الزواج بالمحكمة. بالمعنى بالمعنى انه انا هلا صرت مرته لبدري الدقر بالشرع وبالقانون وصك الزواج تثبت بالمحكمة. الله لا يسامحك يا بدري على هالعملة. والله طلعت مالك سهل. حق علي انه بخليه لأوصك. ارجوك لا تحكوا هيك. لو شو ما صار انا ما رح ضل هون ورح طلق هيفا. هيفا روحي وانتي مشان الله لا تقولها لهالكلمه قدامي. يعني ما بكفيني ارمله كمان صير مطلقه؟ مو هيك يا بنات؟ بلا. اي 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 شو صار لك يا بريني؟ شو صار لك؟ حرك الروماتيزم يا حبيبي. عليك انا طلقني.